سميتني محمد، جاي من الناظور، جايبيني حملة. أنا كنت في الناظور وأنا أصلي سلاوي مدينة سلا في سيدي موسى. أنا عشت حياتي كاملة 7 سنين ديال الزنقة، مني كنت عندي 10 سنين وأنا في الزنقة، حياتي كاملة خارج الزنقة وأنا مدينة سلا. ما جي هاد الحقوق، ما عطينا لا حقوق لا والو، لا دنيا لا والو. حنا تنباتو الشوارع في الكارتون، في الميكات، تنتغطاو بالميكات. حنا يا حياتنا كاملة ضايعة. شوفوا هذوك اللي الناس اللي لاباس عليهم، وهادي ماشي بحالي انا تنبدل الزناقي، ماشي بحال شي واحد تياكل اللي بغى. حنا ماشي تعشى وما والو، شي مره مواكلين مره ما واكلين، مره مبليين اللي عفوا علينا في هاد البلاد، ما عطينا والو، ما خلاونا حتى حاجه نعطيوها في هاد البلاد، ما خلاونا والو. عطاونا التمكير، عطاونا كل شيء عاطيه، ماشي بحال دوك اللي تيباتو في ديورهم وهادي، بحال بلا تيقرا فلوس مدرسة فلوس. حنا فاش نقراو؟ حنا تنقراو في الشارع وهادي. اش قرينا؟ ما قرينا ما والو. في عمري 10 سنين خارج الزنقة، 7 سنين دابا 3 سنين ما داخلش لدارنا، تقريبا 3 سنين ما داخلش لدارنا، 3 العيودة ما داخلش للدار. مدينة سلا، سميتني محمد. شكون السبب اللي خلاك تخرج ولدي للشارع وخلاك انك تجي هنايا؟ انا ماشي الظروف، كنت باغي نحرق وهادي، كنت باغي نمشي تاي انا نعيش حياتي وهادي. وغا داكشي ما عطيناش الحقوق ديالنا، حنايا الحقوق ديالنا ما عطيناش الحقوق ديالنا، حيت حنا حياتنا كامله داز هي عذاب وهادي. دائما تشوفني تنعس في الكارطون والميكا وهادي، والشتا والبرد. اشتي الباح فزاج كامل، عاد عطاتني واحد المراه مسكينه هاد الحويجات اللي فاجية على فهاد النار، تتعطينا اللي قسم الله شان ناكلوه معاهم، والله ما تعطونا شي حاجه في هاد البلاد. شنو الضغوطات اللي كتعرض ليها في الشارع؟ لانك دابا انت كتباش في الخلا وكتباش، شنو هما؟ كاينه الحقره بزاف، وكاين كلشي، ماشي حاجه، كاينه بزاف. انا كون انا راه فين؟ هنايا في طنجه، مره في كازا، مره في الرباط، مرة ما تندخلش بعد البلاد ديالي. انا من غير الرباط، فاس، مكناس، تندخل لمدون كبار وادي. انا حياتي دازت 7 سنين ديال الزنقة، في عمري 17 عام، ولد سلا، سميتني محمد. ما عمرك دخلتي المدرسة؟ قريت تالتاني. دائما تعيش دابا غير في الزنقة؟ الزنقة 7 سنين ديال الزنقة، وحياتنا كامله دايزه. عاد جابونا من الناظور دابا تقريبا شي شهر بحال هكا، كل اكثر شي تنعمر انا في كازا. يعني كيفاش كيتعاملوا معاكم الناس في الشارع؟ واش كاين شي عطف؟ كاين اللي تيعطيك، كاين اللي تيقمعك، كاين اللي تيقول لك شي حاجه، كاين قليل اللي درويش وهادي، كاين اكثر اللي ما تيعطيكش، تيقول لا 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 داكشي لا. وبالنسبه لهذا الدري الصغير اللي معاك، شنو تيجيك الدري؟ هذا رباطي، هذا ولد التقدم، هذا رباطي. المعاناه تعطيه هكذا؟ حنا ما بغيتش نهضري انا، ما عرفت شنو نقول. علاش منين جابوك؟ الظروف وصافي. الوالدين ديالك كيف؟ انا الرباط. ما كيسولوش؟ لا، عندي الوالده ديالي. با الله يرحمها. شي جمعيات قرينا وهادي، وكنت انا بحال الناس، ماشي بحال الزربانات فينا والقمل وهادي. شو حالتي؟ باغي نعيشو بحالنا، ماشي بحال بنادم مسكين ميت ليه با وهادي، ماشي بحال بنادم اللي ميت ليه والديه اللي ما عنده لا مو لا با وعايش فقر. ما كاينش بزاف هاد البلاد عاطينا والله، والحقرة. ودابا انا باش الناس عندي 2 ميكات وواحد الكوفري مقطع كامل تنعس عليه، صافي. غادي قلت مع الشي تلاقين مع الدري مسكين، هو اللي قال لي واش دير واحد الفيديو، قلت لي ها كنت غادي نتعشى بحالي. سقناه مع هذا الراجل، وانا هو الدري مسكين اللي من الرباط، وانا سالا مدانة سالا. ما عندناش الحقوق وهادي بزاف. انا هارب من والدي 3 سنين دابا، ما داخلش للدار، وباغي نرجع لدارنا ونولي بحالي بحال الناس.
نضر بلاصتو مسكين هو فاقد الريس غير ما تيحشم واد حيت ماشي هو قديم في الزنقة وادي الله شي 3 سنين دابا باش خارج هو للزنقة ولا شي عامين بحال هكا ماشي بحالي انا اللي حياتي من الصغير عليه وانا في الزنقة وادي باقي قصير باقي قصير هاك مايا والدوليا والسيليزيون وادي خارجين على هاد البلاد خارجين على هاد البلاد يبيعوا لك كارويا ب 100 دريال ماشي حتى الشبيه عندنا كلشي حنايا ماشي بحال هذوك الفيديوهات اللي شفنا راه بكينا وادي وخا داكشي خارج الزنقه بقى فينا هاد الحال والله ماشي بحال شي بنت تخطاها صبت نشوفوها ماشي معنا بنات حنا تيباتوا في الزنقه 3 البنات كبار صغار موجودين دراري ماشي حنايا فواسا تيحقروهم مكانسه اكثر يوم مكانسه هما اللي شتهم رجوله انا تنطلع الناظور حقره في الناظور وادي وتضرب شو وادي مش حامل حاجه ودابا الله يسهل عليك ودبروا معنا شي خير عاونونا في شي جمعيه ولا شي حاجه انا والدراري اللي خارجين الزنقه وادي ومش حام واحد واللي يسهل على كل شيء الجامعين واللي فاجي على المغرب ماشي بحال اوروبا ولا هادي تيقولوا نمشيو نمشي حنا ماشي باغي نمشيو باغي نمشيو نخدمو وهادي ماشي باغي نمشيو نديرو شي حاجه تما ولا نسرقو ولا هادي ماشي بحال هنايا نايضه السرقه واحد يجي يلقجك خدي يغيبك يديلك فلوسك وهادي حاقرينا في هاد البلاد والله بزاف حيت حنايا ماشي شي حاجه ولا هادي انايا حياتي ضاعت وخا باقي مستقبل ديالي حدا باقي صغير انا قريت الثالث وباقي صغير وباقي نعيش حياتي كامله ماشي شي واحد بحال اللي ما عنده ما والو فاهم الراجل راه شتينا عسلي مسكين ماشي بحالنا حنايا وادي حنا مره مطيباري راسنا ماشي بحال شي واحد مسكين مره قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.